تعيش أزمات سياسية وأزمات أمنية وأزمات اقتصادية. على مستوى الداخل تعيش السلطة الخليفية أزمة الشرعية، حيث أن كل حكومة، كل سلطة تستمد شرعيتها من القاعدة الشعبية. أما هذا الأمر في البحرين مفقود، السلطة في البحرين لا يوجد لديها شرعية شعبية، والناس خرجت إلى الشوارع وطلبت برحيل هذه السلطة من على سدة الحكم، فسقطت الشرعية الشعبية التي كانت السلطة الخليفية تتبجح بمسألة الميثاق بأنه قد أعطاها هذه الشرعية. اليوم السلطة بقيت على رأس الحكم بسبب البطش، بسبب العنف، بسبب القتل، بسبب الدعم الخارجي الذي يساند هذه السلطة للبقاء على كرسي الحكم. لذلك السلطة في البحرين اليوم تفتقر إلى الشرعية الشعبية، وهذه أزمة رئيسية في السلطة في البحرين. أيضاً هناك أزمة سياسية أخرى داخلية، وهي هذا نستطيع أن نسميها صراع النفوذ. في السابق ما كان هذا الأمر واضح بشكل جلي، وكان البعض ينظر إلى هذه الأزمة على أنها تبادل أدوار فقط. لا، هذا الموضوع الآن أصبح جلي واضح جدا، مسألة صراع النفوذ بين حمد بن عيسى آل خليفة وجناحه أبنائه. اليوم إذا نلاحظ هناك استحداث لمؤسسات عديدة ولمناصب عديدة لتعيين أبناء هذا الطاغية المجرم حمد بن عيسى آل خليفة، وهناك انحسار لدور رئيس الوزراء الذي هو عم حمد بن عيسى آل خليفة. اليوم بسبب مرض رئيس الوزراء هناك خطوات متسارعة لحصر كل المحسوبين على رئيس الوزراء، وتعيينات جديدة واستحداث مناصب ليأخذوا مواقع هذه الشخصيات المرتبطة برئيس الوزراء. هناك صراع موجود داخلي بين جناح حمد بن عيسى آل خليفة وبين جناح خليفة بن سلمان آل خليفة. أعتقد في الفترة القريبة إن شاء الله، اللهم عجل بهذا اليوم الذي يهلك فيه خليفة بن سلمان آل خليفة، سترون أن كل الوجوه المرتبطة برئيس الوزراء سوف تتبدل، لأن الملاحظ اليوم كل التعيينات هي لأبناء حمد بن عيسى آل خليفة والمقربين والمرتبطين بحمد بن عيسى آل خليفة. أما بالنسبة إلى الأزمات السياسية الخارجية، سبحان الله هذه الجزيرة الصغيرة لم تبقي مكان إلا وعملت معها هذه سلطة آل خليفة أزمة. أول أزمة اليوم سلطة آل خليفة عندها أزمة كبيرة، وهي في وجه المدفع في الصراع مع قطر. اليوم هذا رئيس الوزراء تصريحات نارية تجاه قطر، والأزمة مع قطر متعمقة جدا، والحملة الإعلامية التي قامت بها قناة الجزيرة تجاه حاكم البحرين تدلل على عمق الأزمة، اتهامه بمحاولات اغتيال، اتهامه بمحاولات إيجاد انقلاب عسكري في قطر، غيرها من الاتهامات الكبيرة تدلل أن هناك أزمة سياسية كبيرة مع قطر. الأزمة مع الجمهورية الإسلامية، لا يوجد محفل من المحافل تشارك فيه سلطة آل خليفة إلا يعني تسرد كثير من التهم وتهاجم فيه الجمهورية الإسلامية، سواء كان في المحافل العربية أو في المحافل الدولية. هناك سلسلة من الاتهامات توجه إلى الجمهورية الإسلامية وهجمات شرسة جدا تجاه الجمهورية الإسلامية. الأزمة مع قطر، الأزمة مع العراق،
الأزمة مع سوريا. اليوم هذا رئيس الوزراء الرئيس وزير الخارجية الخليفي في البحرين لم يبقي أحد لم يشتمه. الأزمة السياسية في قضية بيع القضية الفلسطينية هذه أزمة كبيرة جدا، أزمة خارجية. قضية التسابق في بيع القضية الفلسطينية والتنافس في بيع القضية الفلسطينية والتسابق من أجل إرضاء دول الاستكبار المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، هذه أزمة أسقطت سلطات آل خليفة من أعين الشعوب العربية. في السابق كان هناك بعض الشعوب تتعاطف مع سلطات آل خليفة باعتبار الحس الطائفي الذي انتشر في المنطقة، ولكن بعد الخطوات التي أقدمت عليها السلطات الخليفية، خطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني، اليوم نسمع الشعب المصري يتكلم ضد السلطات الخليفية، نسمع الشعب التونسي، الشعب الجزائري، الشعب المغربي، كل الشعوب الحرة، كل الشعوب التي تتمسك بقضايا الأمة المصيرية بدأت تتبرأ من سلطات آل خليفة. هذه أزمات عديدة تعيشها السلطات الخليفية مع الدول الخارجية، وهي كثيرة، مع اليمن، مع حزب الله، مع حماس، مع فصائل المقاومة الفلسطينية. هناك أزمات كثيرة أوجدتها سلطات آل خليفة في دعمها للكيان الصهيوني وعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني. أما الأزمات على المستوى الأمني، يكفي أن نقرأ الخطاب الذي تلاه وقرأه وزير الداخلية الخليفي في واشنطن، يدلل على عمق الأزمة الأمنية التي تعيشها السلطات الخليفية. هناك تصريحات عديدة لوزير الداخلية ولرئيس الأمن العام الخليفي، وهي تدلل على أن السلطات الخليفية تعيش أزمة أمنية عميقة جدا. عندما اتجه وزير الداخلية، وزير داخلية العدو الخليفي، إلى واشنطن واستنجد بالأمريكان، قال نحن لا نستطيع أن نواجه، وحسب تعبيره، الإرهاب الذكي الموجود في البحرين، وهو يقصد به المقاومة الذكية في البحرين. كان يريد أن يستنجد بالأمريكان بأن يدعموه وبأن يساندوه، وقال نحتاج إلى شراكة في العمل، ونحتاج إلى تدريب، ونحتاج إلى انتقال للخبرة، ونحتاج إلى انتقال للتجربة في مجالات مواجهة الإرهاب الذكي حسب تعبيره. في تصريح لرئيس الأمن العام في لقائه للوفود التي جاءت، إذا تلاحظون، منذ زيارة وزير الداخلية الخليفي إلى يومنا هذا، زيارته لواشنطن إلى يومنا هذا، الوفود الأمريكية لم تتوقف عن زيارة البحرين، لم يبقى قسم من أقسام الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية إلا وزار البحرين في كافة المجالات، في خفر السواحل، وفي الجمرك، وفي التحقيق الجنائي، وفي كل الأقسام التي في الأمن السايبري وغيرها من الأقسام التي استنجد بها وزير داخلية العدو الخليفي، كلهم جاءوا إلى البحرين وقاموا بعمليات تدريب وقاموا بنقل التجربة، وأيضا طالبوهم بالشراكة في العمل والتصدي للحركة الشعبية والمقاومة في البحرين. ما يجري اليوم من تطبيع مع الكيان الصهيوني، هناك وجهين، الوجه الأول والظاهر للعلن، وهو ما يكتب ويرى في وسائل الإعلام، وهو تطبيع اقتصادي وتطبيع سياسي، ولكن هناك قسم آخر مخفي ويجري تحت الطاولة، وهو التنسيق الأمني. هناك تنسيق أمني، وهناك مكتب تنسيق أمني أسس 2016، وهذا المؤسسة التي أسست
هدفها نقل التجربة لمكافحة الانتفاضة والثورة الشعبية وكيفية مكافحة الثورة الشعبية في البحرين. كان هناك تنسيق مخفي، كان هناك تعاون أمني مخفي، تعاون استخباراتي مخفي، يراد نقل التجربة الصهيونية التي قمعت الثورات والانتفاضات الفلسطينية، يراد نقل هذه التجربة إلى البحرين لقمع الثورة والانتفاضة الشعبية في البحرين. اليوم بسبب التطورات التي تحصل في المنطقة أدى ذلك لإظهار هذا التعاون والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني. لم يبقى بلد من البلدان لديه تجربة في المسألة الأمنية إلا واستعانت السلطات الخليفية بإنشاء اتفاقيات وإنشاء تحالفات أمنية معها، إيطاليا، كندا، كثير من البلدان، بلجيكا، غيرها من البلدان التي أجرت اتفاقيات أمنية من أجل مكافحة وقمع الثورة والانتفاضة الشعبية في البحرين. أعتقد أن السلطات الخليفية من خلال تصريحات وزير الداخلية الأخيرة في أمريكا تحدث أنه هناك حاجة ملحة لتبادل الخبرات والتدريب في مجال الأمن السيبراني. هذا صرح به وزير الداخلية عند زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، وقال نحتاج إلى إجراء تمارين مشتركة وتعاون في مجال خفر السواحل، وهناك حاجة إلى تبادل المعلومات، وتكلم عن المقاومة وتقدمها النوعي، والذي هو عبر عنه بالإرهاب الذكي. قال بأنه نحن لا نستطيع لوحدنا أن نواجه هذا الإرهاب الذكي، وأن هذا الإرهاب الذكي يمثل خطر على المنطقة وليس فقط على البحرين لوحدها. وكان يستنجد ويقول بأن الخطر ليس علينا فقط، بل سيشمل حتى مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. أما ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، نعم، البحرين قليلة الموارد المالية،